بحب طبعا اشكر كل الناس اللي بيدعموني، كل الناس اللي واقفين معايا من اول ما فتحت القناه، والناس المتفاعله معايا اشكركم كلكم. والناس اللي لسه يا جماعه اول مره اشتركوا في قناتي، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم طبعا اي جديد واي فيديوهات بنزلها. وما تنسوش اللايك يا جماعه لكي يوصل عدد المشاهدات لاكبر عدد ويوصل لناس كتير، يعني بمعنى اصح. بطاقة سقطت. أوكي، إذن برج الجدي عندي هنا الطاقة العامة. الكثيرين من برج الجدي ستدخلون مرحلة خلق جديدة في العمل. هنالك شيء سيأتيك، بداية جديدة في العمل، قد تكون أو يعني ارتقاء لمنصب معين، قد تكون مرحلة جديدة في عملك، وأيضا قد يكون شيء جديد، مشروع ما أنت ستبدأ فيه فعلا مع بداية شهر مارس. وأيضا ممكن يكون أنك أنت بدأت بهذا المشروع في الفترة القريبة الماضية، والآن ستدخل المرحلة الأخرى الجديدة، شيء يخص المال والعمل والمشاريع يا برج الجدي. برج الجدي سيأتيك الوضوح قريبا بخصوص هذه العلاقة وبخصوص هذه الشراكة مع هذا الشخص. عندي هنا سيأتيك الوضوح وسيأتيك فكرة ما بخصوص هذا الشخص أو بخصوص هذا العمل. أيضا عندي طاقة ابتكار جديدة، وضوح، فكرة جديدة، ممكن يكون أيضا نعم، ممكن تكون أيضا هذه علاقة أو رجوع مع بعض الأشخاص. أوكي، عندي رجوع مع علاقات سابقة قطعتها مع بعض الأشخاص. هنا عندي الوضوح في هذه العلاقة، وقد يكون في هنالك رجوع. إذا عندي هنا برج الجدي، أنت قوي في هذه الفترة، أنت تكتسب القوة جراء التجارب، جراء الخبرة التي اكتسبتها في رحلتك الماضية في الحياة، تجارب عملية، تجارب خضتها مع أشخاص، يمكن حروب، خلينا نقول أمور عظيمة أنت اكتسبتها وخبرة كافية الآن لكي هذه الخبرات وهذه الطاقات تعطيك الوسام، وسام القوة، وسام القوة. ولكن هنا أيضا نصيحة بأنك فعلا وصلت لهذه المرحلة واكتسبت القوة والخبرة، ولكن لا تتوقع من الآخرين أن يجاروك بهذه الخبرة وهذا الالتزام والمسؤولية في العمل. أوكي، ليس الجميع مثلك، أو ليس الجميع الآن في مثل طاقاتك. فإذا لكي ندرك ونوازن الأمور وندرك الاختلاف بين طاقاتنا جميعا. أوكي، هنا عندي يا برج الجدي هنالك شيء، حدث مفاجئ سيحصل لك في شهر مارس. حدث مفاجئ يا برج الجدي في شهر مارس، سوف تشعر ولن تشعر فيه فحسب، بل سيكون حدث مفاجئ يمكن يزلزل بعض الأمور، يمكن تتخلص فيه من بعض الأمور التي لم تكن تخدمك، سوف تتخلص فيه من بعض الأشخاص، أو قد تنهي بعض العلاقات. هنالك شيء جديد، يمكن تدخل مرحلة صحوة، صحوة، صحوة روحية، صحوة، خلينا نقول إدراك وفهم ووعي. هنالك شيء فعلا
سوف يحدث شيء مفاجئ قد يكون يخصك أنت، ستدخل مرحلة روحية روحانية إدراك وعي أكثر، وأيضا ممكن أيضا يكون على الصعيد المادي أشخاص يخرجون من حياتك، أعمال، يمكن عمل، وظيفة سوف يتغير، شيء ما مفاجئ سوف فعلا يتغير، ويمكن للكثيرين لن يكون شيء مريح، أوكي؟ ولكن عليك في هذه الفترة الآن بأنك تكون فعلا تتكلم عن الأمور وعن القيم وعن المبادئ التي أنت تتحلى بها وتؤمن بها. إذا عندنا النهوض بكل ما تؤمن فيه في هذه الفترة، بأن احنا ما نكون مثلا نتخوف، أو أن احنا يمكن خلينا نقول نترك بعض الأمور للآخرين بأن يقولوا فيها ويفعلوا فيها ما يشاءون، وإنما الوقوف والصمود والتكلم بحرية وبعفوية وبلطافة ولكن وبحب، ولكن أن نقف ونتكلم عن مبادئنا وقيمنا بخصوص هذا الأمر، بخصوص هذه الشراكة، بخصوص هذه العلاقة. إذا كان هناك شيء يضايقنا فلنتكلم بصراحة بكل حب وبكل رقي، ولكن لنتكلم لنعبر عن ما يجول في خواطرنا، أوكي؟ لنكون شفافين في هذه العلاقة، لأن في هذه الفترة يا برج الجدي، أنا أجد يمكن هذه تكون التاور، طاقة التاور هنا، الأعصار أو اللي راح يأتي ويغير الكثير، ممكن أن هي تكون صحوة روحية أكثر لبرج الجدي، لأنني أجد هنا بطاقة The High Priest، وهي بطاقة أنك أنت فعلا ستكون مدرك وواعي لبعض الطاقات العليا، الطاقات الأعلى. إذا عندنا هناك اتصال سيكون بينك وبين حدسك، بينك وبين عواطفك ومشاعرك، سوف تثق بصوتك الداخلي، سوف تثق بحدسك، الحدس الذي يأتي من القلب يا برج الجدي، الحدس يأتي عندما نكون في حالة توازن وسلام وحالة سعادة وحالة راحة، وليس الصوت الداخلي الذي يأتينا عندما نكون في حالات غير متوازنة، عندما نكون في حالات يمكن خلينا نقول ألم أو حالات تعب. إذا نثق بالصوت الداخلي الذي يأتينا عندما نكون في حالات توازن وسلام داخلي، لأن بعض الطاقات، هنالك طاقات فعلا ترشدنا وفعلا تبين لنا الطريق الصحيح وتبعث النور في حياتنا. وأيضا أجد للكثيرين يا برج الجدي، أنت تتعامل مع أحد، مع شخص من برج الثور. برج الثور قد يكون زوجك، قد يكون شريكك، قد يكون حبيبك، هنالك عاطفة، هنالك شراكة عملية، في شيء ما يخصك مع برج الثور. هنا أجد ممكن هذه العلاقة تكون غير متوازنة في هذه الفترة، ولكن يا برج الجدي، ها هناك مرحلة جديدة أنت ستدخلها في علاقة عاطفية مع هذا الشخص، وللكثيرين قد يكون برج مائي أو برج ترابي، أوكي؟ برج الثور أو برج أي برج ترابي آخر، عذراء أو برج ناري أيضا، سوري برج مائي. هنا علاقة عاطفية، حب جديد، تطور جديد سوف يدخل في حياتك، وقد يكون أيضا فهم لذاتك، فهم لنفسك. إذا عندي قد تكون هذه بداية لرحلة عاطفية جديدة، بداية لرحلة عاطفية جديدة في شهر مارس. نعم هنالك فعلا شخص سوف يأتيك ليقدم لك كأس الحب. أنت يمكن عندك عدم الوضوح في هذه العلاقة، ولكن أجد فعلا هنا أمور يمكن
قد تحصل ويمكن حصلت لك في الماضي، أوكي، في الفترة القليلة الماضية، ولكنها الآن ترشدك إلى الشخص المناسب أو إلى هذا الشخص الذي فعلا سوف يأتي ويتقدم بكأس حبه، لأنني أجد فعلا هنا حب، يعني هذا الشخص لديه الكثير من الحب تجاهك يا برج الجدي، أوكي، وهو فعلا أو هي تريد أو يريد أن يقدم هذا الكأس، ولكن يمكن ليس لديه الوضوح أو ليس لديه بعض ال خلينا نقول الجرأة، أوكي، لكي يتقدم هنا ويعرض كأس الحب، ولكن أجد هنا تطور كبير في العاطفة مع الشريك. برج الجدي سيأتيك فعلا، هنالك أخبار سوف تأتيك بخصوص هذا الشخص، أخبار سريعة، أخبار سريعة، يعني يمكن للكثيرين دخلوا في هذه الطاقة اوريدي، شيء ما سوف يتطور، هنالك تطور في هذه العلاقة للأفضل، هذا الشخص سوف يأتيك، يريد أن يتكلم معك ولو أنه متردد قليلا، ولكن هنا لدي فعلا أنه سوف يتقدم وسوف يا عن طرفه هو يعني شخصيا، أو سوف تسمع أخباره، سوف تسمع بشيء ما سيفرحك وكنت تنتظره فعلا. وأجد لديك أيضا يا برج الجدي، هذا الشخص قد يكون شخص يعمل في مجال قانوني، قد يكون شخص يعمل في مجال رتبة ما يحتاج إلى الكثير من الجهد والكثير من الفكر والعقل والمنطق، أجد لديه بعض الأوراق وأجد لديه بعض الأمور يعني اللي يجب أن يحلها، يرتبط بالقانون، يرتبط بأمور اجتماعية، ويمكن هذا الشخص لديه انشغالات كثيرة، يمكن ما أدري ليش دخلت عليه هذه الطاقة الآن، وهو طاقة الشخص الذي تتعامل معه في هذه الفترة، أو الشخص اللي هذه الطاقة تتكلم عنه الآن، الشخص القريب منك، الشريك، الحبيب، الزميل، أوكي، فإذا راح أخذ آخر بطاقة. إذا ماذا يتوقع برج الجدي أيضا؟ ونأخذ طاقة من مملكة الحيوان. إذا هنا عندي حيوان الشمبانزي أيضا لك يا برج الجدي، والذي يقول بأنك لكي تجد الجواب على سؤالك، لكي تجد الوضوح في هذه العلاقة، يجب أن تستخدم الحدس والعاطفة والسلام والتوازن الداخلي في قراراتك، وأيضا المنطق والوعي والإدراك بخصوص هذه العلاقة، لا يجب أن تتسرع في الحكم، لا يجب أن تفكر من منطق واحد وتأخذ القرار سريعا، هنا دعوة لأنك أن ترى جميع جوانب الأمور بتوازن وبعقلانية وبحب وبسلام لكي تجد الجواب على هذا السؤال الذي يخص العاطفة والذي يخص الشراكة. مع هذه القراءة أتمنى لكم كل حب برج الجدي وألقاكم على خير.